طبعا سترونج ارم لشركه سياك هي كونستراكشن، واساس طبعا الشغل بتاعك هو شغل المقاولات. نعم. لكن كتير من الناس ما تعرفش ان انتوا كمان شركه تطوير وشركه ماتيريالز. مجموعه سياك القابضه بتتقسم لثلاثه كونستراكشن، وفيها مجموعه شركات الكونستراكشن سياك انتجريتد فيت ان باور ايجيبت في قطاع البيلدينج ماتيريال، وعندنا كمان ايدج دي يعني بتعمل اعمال عزل وعندها ورشه حداده ونجاره، ده في البيلدينج ماتيريال. عندنا كمان الومنيوم مصنع في الشيخ زايد اسمه وجهات، ده بينتج حوالي 60,000 متر في السنه قطاعات مجمعه للوجهات واعمال الومنيوم. عندنا شركه ريدي ميكس كونكريت بتسيرف بس مشروعات سياك، وطبعا الحمد لله عندنا حجم عمل كبير، فاحنا كمان بنجيب من الماركت اللي يكمل لنا الكميات دي عشان يغطي حجم العمل الكبير الحمد لله. عندنا ايدج في عندها قطاع متخصص في الايدج كيميكال اللي هو الاعمال العزل، وعندنا فابريكيشن كمان وده يعني بالالاينس مع شركه اوروبيه بحيث ان احنا بننتج الماتيريال جوه ورش بتاعتنا اللي في السويس. عندنا كمان ايدج وود اند ستيل، ودي بتعمل اعمال النجاره واعمال الحداده، بتعمل ابواب حريق، بتعمل ابواب وقطاعات معدنيه للمشروعات. اخر بقى سيكتور اللي هو الديفلوبمنت، احنا الحمد لله اكبر مطور صناعي في مصر والشرق الاوسط، عندنا محفظه اراضي 25 مليون متر تم تنميه منها حوالي 60% والباقي شغال في مراحله. عندنا في الشيخ زايد عندنا بولاريس، وعندنا بولاريس طبعا مشهور جدا كمنطقه صناعيه في اكتوبر، وعندنا في العاشر، وعندنا في السادات، وعندنا في بني سويف وكل المناطق الاستراتيجيه الحيويه في مصر. واشتغلنا كمان في البيزنس باركس، عندنا مجره اللي هو في الشيخ زايد، عندنا مبنى ذا سنترال في العاصمه، والحمد لله يعني تقريبا متباع بنسبه 90%، ويعني عندنا أعمال أخرى إن شاء الله قادمة بإذن الله نتكلم عنها في حلقة مخصوصة. عندنا طبعا بعض المشروعات اللي هي كات ريزيدنشال كومباوندز يعني على مستوى عالي، كذا مشروع في الشيخ زايد، بس إحنا يمكن تركيزنا أكتر الأكبر في الصناعي في الديفرنس بتاع الصناعة، وبرضو يعني الحاجات الريكرييشن والأدمنستريشن بنعمل حاجات متميزة قوي يعني، وبإذن الله في مشروعات كتير. يعني ده محتاج قدرة كبيرة جدا متوفرة عندكم الحمد لله بشكل هاي. انت عندك الارم بتاع الكونستراكشن الدنيا بتبقى أسهل بكتير.